كيف شريت انت احداث 25 جويليه وقتها؟ سؤال هايل باش دخلنا في صلب الموضوع، يعيشك الدار. انا اول حاجه، اول سونساسيون جاتني اني قلت البلاد مشات، قعدتها بيرسونيلمون قبل ما نحكي مع حتى سبونتانيمون هبيت وقتها ستاتيو، قلت جوست ما نشوف في حتى خير يجي من الانقلاب كيف ما كان تاع 25 جويليه. بعد وقت بديت نحكي مع العباد سيرتو اللي في تونس دارنا وعباد اخرى اكسترا، جي كومبخي انه فما ديكالاج ما بين السونساسيون بتاعي والامبرسيون بتاعي ما بين الشارع، واللي هي مفهومه خاطر الشارع كان جوست يشوف في اللي انت تشوف فيه واللي شفناه الكل، معناتها افشل حكومه شدت تونس عبر التاريخ، جاستيون بتاع كريز سانيتير معناتها على الحيط تقرب الإبادة منها هي الجستيون، معناتها ما عرفوش الجابي وحد شيء، وسبتو البلاد الكل ماشية بالتوالي وعلى والسين بوليتيك معناتها ونوتامون البارلمون بتاع تونس كريستاليزي ان بو توت لا فرستراسيون. دوكو جا قيس سعيد وعمل الكوم بتاعو اللي تي معناتها ابريسي باغ لا فول كوم ايتون المنقذ، كوم ايتون هو اللي نوزا سوفي دو تو سو ديزاستر. انا القراءه بتاعي كانت مختلفه، علاش؟ خاطر عندي مده نتبع في قيس سعيد ونتبع في الانتوراج نتاع قيس سعيد، ونعرف انه قيس سعيد معناتها كان اللي صار نهار 25 جويليا ما كانش حاجه كيفاش نقولها رياكسيون للشارع، هو كان لا هو كان ابوتيسمون لان بروسيسوس اللي هو لا ديكلونشي واللي هو خطط له هو وجماعته واللي دايبين بيه وحبوا يوصلوا له ونجحوا فيه، واللي هو عنده هدف وحيد انهم يبدلوا نظام الحكم في تونس. الشله اللي متلمده مع قيس سعيد مع رئيس واللي متكاتفه معاه يعني تنجم تعتبرها الحزام الاولى نتاعو، تلمدت على فكره واحده انه النظام اللي قام مع المجلس التاسيسي نظام خايب، نظام ما يصلحش لتونس، ويلزم نعملوا نظام جديد ويلزم نوصلوا للحكم باش نحطوا نظام هذايا. هذه هي الفكره نتاعهم، وممكن كان عندنا الوقت يا الخطر هي كمش ندخلوا نشرحوا الفكره نتاعهم ولا وشنو يحبوا يقترحوا علاش اختيار على البلاد، حبيت لنا ممكن سوايع مش ساعه واحده. دونك انا وقت اللي فيتو بالنسبه لي الوقت اللي صار 25 جويليا شفت انه سيء، معناتها وصلوا اللي حبوا عليه، وصلوا انهم عملوا بوغيسمون تاع سيتواسيون بوليتيك وخلاو العباد الكل تكره المؤسسات الديمقراطيه، وخلاو يفهموا انه سي ما عادش فما حل الا بانقلاب، وحتى روحهم في صوره البطل المنقذ على فكره هما جزء من المشكل. وانا في النقطه هذه بالذات بعد نرجع لك الكلمه الداخل نشوف فيك عندك هيك تحب تتفاعل معي. لا حبيت ما عندي بالحق ما عندي منظيف، حبيت جست باش نسالك سؤالات قبل ما تكمل، خاطر العباد في بالهم قيس سعيد يحب يبدل نظام الحكم، يعني يحب يحط نظام رئاسي. نحبك بربي من غير ما تدخل في التفاصيل تفسر لهم ليه مش هذاك النظام اللي يحب يحطه، وش خص كان هو فقط يرد نظام رئاسي، ليه هو عنده حاجه اخرى زاده في مخه؟ هذين نحبك توضحها للعباد، خاطر هما في مخهم توا اي شنو المشكل، بالعكس لازم يتبدل النظام وفك علينا من بلقنه السلطه وتفتيت السلطات واللي صاير في المجلس بسبب ذلك. لكن مش هذا اللي حاب يعملوا قيس سعيد. انا معك 2000% متفقين في نفس القراءه، مش هذاك اللي حاب يوصلوا قيس سعيد. واش خص كان جا جوست اش خص معناتها كان جات قيس سعيد يحب جوست يحاول النظام من باب الامان الرئاسي اللي هي ممكن مطلب شعبي اليوم، معناتها باب شعبي تتفق انه هذا النظام الباب الامان اللي تعمل في مع المجلس التاسيسي كان الفلسفه نتاعو الوحيده انه نمنعوا انه جهه واحده تحكم وحدها، وانه نفذوا نوع من الوثاق بالسيف مهما كانت الصيغه. اي هما خايفين من دكتاتور جديد كيما بن علي، وكانوا خايفين من بعضهم، كانوا خايفين من دكتاتور جديد وكانوا خايفين من بعضهم لو واحد فاهم معناتها ياخذ السلطه ويصفي البقيه. دونك حبوا ديما يخليوا فما توازن في الساحه السياسيه. المشكله اللي صار مع التوازن هذاك انه ما عادش نجموا نقدموا، ولا تفعاب يصير توازن ونحكموا بعضنا وفما توافق وطني على اصلاحات، ولينا لا حد شد المسؤولية، معناتها لا باهي مسيب الكرة لصاحبه وما صارت حتى شيء وجماعة الكل متملحة. دونك انه اليوم تولي نظام رئاسي وتولي عندك ريسبونسابل هو اللي يحكم وعنده برنامج ويمشي فيه، حاجة إيجابية ونمشي فيها، المشكلة مش غادي.
المشكله مش في النص هذاك، المشكله في الجهه التشريعيه. الجهه التشريعيه شو حب يعمل فيها قيس صعيب؟ قيس صعيب باختصار باختصار وتسهيل باختصار غير ما تدخل في اللي ديتاي تكنيك كمان غير ما تدخل باختصار وتسهيل. قيس صعيد ما يؤمنش بحاجه اسمها الاحزاب. بالنسبه له الاحزاب هي مصدر نتاع فساد. دونك كيفاش يحب يقضي عليها؟ يجي يقول لك نعاود احنا توزيع الدوائر الانتخابيه، فعارف اللي موجود اليوم نولي كل معتمديه هي تطلع لي واحد، عندي 265 معتمديه، كل معتمديه تطلع لي ان ريبريزونتون منهم هما نعم مجلس النواب. وين المشاكل؟ كيفاش تطلع المعتمديه؟ كيفاش تطلع؟ باش تبدا المعتمديه تطلع ساعة. في كل معتمديه عندك مناطق، انت عندك معناتها عمادات، كل عماده باش يصير فيها انتخابات على الدو تور. باش تخيل انت معتمديه فيها خمسه عمادات باش يطلعوا خمسه من الناس، تقول لي انت تو من الخمسه من الناس كيف باش نختار العبد اللي باش يمشي لمجلس النواب؟ قال لك تيغاجو سو خويا، شي سبيش هوب اللي جا ولا شي لا فورمي اللي تجي عليه يمشي يمثلنا في مجلس النواب. هذه النقطه الاولى نتاعو. علاش الحكايه خطيره معناتها؟ علاش العباد مش نعطيك انا شويه نقاط هكايا برقيه معناتها باش نفهمك علاش الحكايه خطيره برشا. ديجا هو في المنطقه نتاعو يحط المعتمديات الكل على نفس المستوى، على نفس النيفو. تونس العاصمه معتمديه، بلديه تونس العاصمه فيها معتمديه واحده 700,000 نسمه. وبني خداش ولا بني خيار والله يسامحوني مانيش متاكد انا منهم، فيها 700 نسمه. أنت كيفاش دان كوتي تقول الناس متساوين في الحقوق والواجبات، ومن جهة تونسي اللي في بني خديج صوته يسوى 1000 تونسي عايش في العاصمة؟ المشكلة راهي عميقة، راهي فلسفية، مش مش فلسفية براغماتية. معناتها العباد اليوم تصفقت على خاطر قيس سعيد باش نحيلها من النهضة، أن نقول لهم أو قيس سعيد ممكن يخرج لك النهضة من الباب، ما باش يدخل لك السلفية من الشباك. علاه؟ أخذت في قل السياسي باش يتحول من المدن للأبياف للأبياف والأبياف هي محافظة بطبيعتها. الأبياف ديما محافظة على الأخر تنجم تقبيلك أنت على برافو برافو في الديتاي هذي برشا عبيد ما هم شيروا فيه. برافو يعني سواس سامحني قصت عليك. تفضل تفضل حبيت نصفق لك يا واسر. واسر ليه يعطيك الصحة واسر. راه وقت تشوف انت اليوم تقسيم نتاع المعتمديات تلقى انه اكثر من الثلثين نتاع المعتمديات عدد السكان نتاعها ما يتجاوزش ال 20,000 نسمه. اكثر من الثلثين 20,000 نسمه، معناتها راهو ما تنجمش تحكي على مدينه وعلى الحاره وعلى مركز ثقافي وعلى معناتها مركز تقدمي وكذا ب 20,000 نسمه. نحكي على الدوتيا يعني 20,000 نسمه باش يحكموا في 12 مليون. معناتها سي دي بتيت زون دو 20,000. هذيك الحاجه الاولى. اون بلوس وقت تدخل انت في النطاق الصغير هذاك شنو هو اللي باش تاجج وشنو هو اللي باش تحير؟ توسكي قبليات عرشيات عرش فلان بد عرش فلان نعرات جهويه. وحاجه اخرى مهمه وماهوش معناتها مطفاها قيس سعيد كومبليتمون ولا جابد عليها الشاص، هي لي بروغرام. كيفاش تعمل بروغرام باب القبعة؟ نظام القبعة الدول في بعض الدول المتقدمة بدا يدخل كتاريخ باش تعمل انت معناتها شوية تجانس بين الشعب والقيادات. تقول اخويا فما احزاب تقول لك نعملوا بروجرام مع بعضنا، نختاروا بعضنا نتفاهموا على بروجرام وباش نقلوا الحكايات نتاع النرجسية الباتية اكسيتيرا. اي واحد من المجموعة نتاعنا المتفق على البروجرام ينجم يطلع يمثلنا. دونك هما على الاقل متفاهمين على الباز، متفاهمين على البروجرام اللي يحبوا يعملوه، وباش باش تصير قبعه واللي يطلع باش يدافع على البروجرام هذاك اللي هما متفاهمين عليه. قيس سعيد مش هذا اللي يطرح فيه، عندي خمسه من الناس كل واحد عنده خلفيه نتاعو عنده الفكره نتاعو. باش تعمل انت قبعه باش تطلع مثلا قبعه تطلع لك سلفي تطلع لك جهادي تطلع لك كذا مع جوست خاطر بالقبعه الله يبارك. ما انت حتى بعض ياكلوا بعضهم في المجلس. معناتها فكريا بعض ياكلوا بعضهم في المجلس. المجلس بالطريقة هذه مش باش يكون مجلس، باش يكون مجلس سوري. هو قيس سعيد الفكرة متاعه انه ينظف الساحة السياسية ويخلي فما يقول لك هو بالمنطقة متاعه يقول لي عندك مجلس منتخب وعنده شرعية وطبقات. انا في بادي تقول العكس هو اللي باش يصير. فيك هو باش يصير معناتها انتخاب غير مباشر، انت ما تنتخبش العبد اللي باش يوصل للمجلس،
انت خد انت العبد بتاع العماده بتاعك وشوف وشوف كان هو يوسف ممكن يطلع عبد اخر. دونك انت ما تعرفوش السيد اللي يمثلك يمثل المعتمديه بتاعك في مجلس النواب، ما عندك حتى سيلابي، هذه كانت النقطه الاولى. والنقطه الثانيه السيد ما عنده حتى باز، ما عندوش مشروع فكري يحمله. القيس السعيد يقول لك جوست اختاروا عبد نظيف، راهي النظافه راهي ما تصلحلكش برنامج، راهي النظافه راهي ما تصلحلكش بلاد. النظافه هي سي جوست ان بخي روكي بارمي دوتر بخي روكي مهم. انا انت نحكي مع طبيب اليوم داف، تخيل انت داف واحد مريض بالكونسير قاعد يمشي يشوف الطبيب ومختص وكذا، يمشي يشوف يقول لك شيخ ناس ملاح والله يظهر لنا ناس ملاح ونظيف وكذا. سي لا ميم كونسبسيون اللي في مخ قيس سعيد وفي جماعه قيس سعيد، ولات المشكله بتاعهم الكل هي النظافه. عندهم معناتها انمي اللي هو الفساد الكوربسيون، باش يقضيو عليها لازم تطلع ناس نظاف، دوكو يلزمنا نصغروا في المجال ونمشيو المعتمديات باش العباد تعرف بعضها، دوكو تطلع عباد نظيفه اكسترا، مي المنطقه ذاك باش تطلع لك عباد ما تفهم شيء. فتدخل نظيفه مي باش تلقاها سوفج، باش تلقاها نايب، باش تلقاها ما تفهمش الدوسيات، باش تطلع الحكومه اللي هي بالانتخاب المباشر من الطرف الاخر، تلعب بها كيما تحب. يولي رئيس الحكومه دان كوتي بريسك ديكتاتور، باسكو منتخب ديريكتومون هو معناتها نظام رئاسي، معناتها رئيس هو اللي عين واللي عنده السلطات الكل، وان بليس عنده ما عندوش كونتر بوفوار، خاطر النظام البرلماني معناتها تاعب على الاخر، ما عندوش حتى مرجعيات تاع برامج، ما عندوش مرجعيات فكريه، ما تنجمش اصلا تخرج منه اغلبيه، ما تنجمش اصلا تخرج منه اغلبيه، مستحيل. خاطر اذا هما بالقرعه هو اصلا هو ما يحبش تعمل اغلبيه جمله. اي يا ولدي سوري عاملوا سوري عاملوا زينه يحب يقعد يحكم محتوى في الايماج زعما هاي بناء قاعدي وكذا، وفي التطبيق شتو لي ديكتاتوريه وديكتاتوريه محاضه على خاطر كان كدو تيير اللي طلعوا المجلس النواب باش يعملوا اي مبادره تشريعيه راهي مش باش تكون تقدميه، راهي باش تمشي كان في الجو الاخر. دونك اللي انت اليوم تطالب به معناتها باش تصلح وباش تقول نحي انا كل الاحكام هذيك المتخلفه اللي عندنا مازالت عندنا نحملوا فيها ونزيدوا نصلحوا تقول نصلحها. لا يا ولد انت تو اللي حل شنو اللي اتعصب برشا طالبين في المجلس فما برشا عباد تنجم. ودايوغ باهو دايوغ في صفاقس دارنيغمون الجمعه اللي فاتت فما خيمه نتاع عباد مسانده قيس سعيد وكذا وهازين وتصاور وكذا، الخيمه شكون وقف عليها؟ السلفيين نتاع صفاقس. باهو اللي هي اللوجيك، فما عباد فايخه بالطبع وقاعده بدا تخدم في راحه، وفما عباد جوست راخده التالي مؤخره التالي وقاعده اوماد خليه يخدم وهونا جوست نحن النهضه ومشكلتها مع النهضه اليوم كهو. مشكلة صحيحة أنا مشكلة مع الإسلام السياسي في تونس، هذاك اللي متفاهمين فيه أي بشق ذي علينا، بالعكس باش يزيد يقوي الإسلام السياسي في تونس بطريقة معناتها تو اليوم مكشوف وتلعب معها بوجوه مكشوفة وتنجم تقاومه، غدوة باش يكون ما تعرفوش فماش حركة وراء فماش حزب وراء. بالضبط. هو اسمعني داير هو يقول نحن باش نحيو المال الفاسد وباش نحيو الاحزاب وباش نحيو، لكن انت كي باش تنتخب في المعتمديات اللي هي قائمه على الجهويه والقبليه وبنظام يعني ما عادش قائم على القائمات ولا على الافراد، باش يولي غادي اللي عنده فلوس باش يطلع في المعتمديه اللي عنده عرش وراه عرش وراه قبيله وراه باش يطلع، يعني مش باش يطلع ظفر الله الطبيب لا ما عندي حتى عرش وراه، لا باش يطلع ما نعرفش انا ولد الدراشكور خاطر عنده عرش كامل وراه ويحبوا يطلع في المعتمدية، يعني بالتالي ما تشوفش ناحي المال الفاسد، خاطر بالعكس هما في الارياف في برشا مناطق الداخلية الفلاحة الكبار اللي عندهم سلطة كبيرة باش يوليو هما اللي يحكموا، خاطر هما اللي عندهم فلوس باش يوليو هما بالطبيعة باش يشريوا الأصوات، مش معناتها يشري الأصوات يعني بالفلوس، قولوا أنا نخدم لك في بوك وفي العرش نتاع بوك، يعني أنت من مصلحتك أنك تصوت لي انا، دونك ماهوش باش يقضي على المحسوبيه وعلى بالعكس على بالعكس باش تسهيل باش تسهيل، خاطر ما عادش باش تولي في اطار دوله كامله، يعني باش تولي في دار معتمديات صغار، دونك حتى الفلوس تولي اقل يعني اللي تستحقها باش تطلع، يعني
بالضبط بالضبط بالضبط، هذاك هو اللي يدخل فيه وحتى شوف الكهية. القرعة اسكو باش تعمل بطريقة بالحق شفافة ولا خاطر انت شنو باش تقعد حاضر في كل قرعة، يعني فهم 265 بلدية باش يحطوا كاميرات في كل قرعة، كيفاش لا بتتنظم كيفاش هذيك بتعمل؟ حد، فما نقطة أخرى، هي هو الكو نتاع لوبيراسيون هذه. فهو تخيل أنت زاد لك أنت مجالس معناتها على المستوى المعتمدية، وبعد فما مجلس زادوا على المستوى الجهوي، وفي كل مجلس عندك عباد تخدم. أبوك معناتها أحسبهم أنت، يحسب على كل معناتها عندك 265 معتمدية، كل معتمدية فيها عدد نتاع عمادات. أبوك معناتها خوفي موين 200، قد عندك 1000 عبد على الأقل زايد باش تخلصوا، بخلاف إنه زادك مجلس جهوي واحد آخر هذاك سي أن كو سوبليمونتيغ. أنا ما بعملت الحسبة، على الأقل على الأقل على الأقل عندك في العام ميزانية نتاع 50 مليون دينار زايدة، جوست باش تمول أنت هالنظام الجديد اللي هو يحكي عليه، اللي هي هذه ثلاثة نظرية أربع مرات الميزانية نتاع مجلس النواب نتاع اليوم، على واو، الأقل هذا على الأقل. خاطر نسيت حاجة، هو يحب يعمل زي ده مجال الجهوية مع ايه كيفاش يحب يعمله في المجال الجهوية؟ نفس الحكايه. دونك المعتمديات، في كل معتمديه انت عندك مجلس منتخب. باش نعملوا كالعاده، نعملوا قرعه قرعة شي لا بومي إلى ولا فرمي، يعني تيجي واحد ولا يطلع للبرلمان واحد يطلع المجلس الجهوي هكذا. بالضبط، مع فرق صغير. اللي يطلع البرلمان يقعد المده النيابيه كامله 5 سنين، ومتاع المجلس الجهوي قال لك كل عام نبدل. العام تشد انت داف، عام نشد انا نيس، عام اخر يشد محمد وانت ماشي. وما عادش فما، احنا نعرفوها الحكايه الطبه لهنا، ما عادش فما كنت احنا نقول لك مثلا كي ساعات يدوروا برشا الطبه في فرد بلاصه وما يقعدوش فيكس، يجيو ناس معوضين، فهمت؟ يقول لك فماش استمراريه العلاج، كل واحد مازال ما سخنش بلاصه في المجلس الجاي ويمشي بقى. يعني كيف اذا باش يعمل اصلاحات ولا باش يعمل حاجات يحب يعملهم ما ينجمش، يعني تجي الاخر يعاود طايح كل شيء في الماء. اي وانت ديجا حتى وانت تفهم الدوسي راهو فما. انا بالنسبه لي الجماعه اللي عملت البروجرام ولا فلسفه البروجرام، عمرها ما عملت سياسه، عمرها ما خدمت سياسه ولا خدمت في بلديه ولا خدمت في وزاره ولا تفهم بالحق معناتها على الارض الواقع اش معناتها انك تخدم الدوله واش معناتها دوله. عندها معناتها نظره هلاميه للدوله. وقت اللي عبيد راهي تجي تقول لك اللي قاعد يعمل فيه مع قيس سعيد والمقترح نتاعو يشبه الكتاب الاخضر ويشبه الجماهيريه، طيب مش تكذب هذا. معناتها انا واحد من الناس ما كنتش عارف الكتاب الاخضر، بعثوا لي فيديوهات ديرنيغمون والله تحلهم وتشوفهم، تقول قيس سعيد هو اللي كاتب الكتاب معناتها، وهو بعد تلقى منه معناتها برشا افكار بالعكس واخذينهم منه معناتها. انه والفكره الاساسيه اللي قايم عليها هي انه طول لي كور انترميديير معناتها تو سكي احزاب نقابات ما نعرفش غرف كيف ما غرف تجاريه اكسترا لازمك تنحاها على خاطرها ماهيش منسجمه مع الديمقراطيه المباشره. هي فكره قديمه، هي ما جابهاش هو، هي فكره قديمه جايه من غوسو، مي جايه في سياق اخر لا علاقه بالسياق هذايا، في السياق اللي كانت فيه الغرف التجاريه شكل نوع من اللوبيات معناتها هي تحكم في الدولة. معناتها السياق التاريخي والاجتماعي مغاير تماما معناتها. بربي سامحني يا انيس، مش تشبه زيد شويه للشيوعيه خاطر كانوا يخدموا بالسوفييت، يعني مجالس السوفييت ومن مجالس السوفييت يطلعوا البرلمان ولا انا نخلط؟ ثم واللي هي تشبه اليوم للصين، أما ثم اختلاف جوهري. انه كمان ابوكم كانت قايمه على الميريتوكراسي الحكايه، كان عندك حزب واحد فكر واحد، كل واحد بباباه وتبدا صغير وتطلع كل مره يطلعوك حتى وين توصل اعلى مجلس. لنا مش قايمه على الفكر ولا على القدره ولا على النجاح، قايمه على القرع. الحظ على القضاء. هو على فكرة في الديمقراطية اليونانية ما كانت فما انتخابات، لكن كانت زادة مبنية على القرعة، فما مجلس يحكم كل مرة المجلس هذاك يخرج بالقرعة، بالرغم أنها مبنية على القرعة أدت إلى فشل الديمقراطية اليونانية وإلى ظهور ديكتاتورية جديدة، على خاطر هي بيد الديمقراطية ذيك خلفها الفساد. يعني مش معناتها القرعة أنه بشي منك، علمك سامحني اني انا ماني ضد القرعه، يعني توا في فرنسا يظهر عملوا اسامبلي سيتويان وعملوا قرعه ما بين المواطنين، تذكر وقتها بعد حكايه لي جيلي جون،
مش خايبة هي تكون عندها منصب استشاري، يعني حاجة مبنية بالقرعة. أما اللي قلقني فيها أنه إذا أنت مش تعطيها كل السلطات في يدها وهي مبنية على القرعة، مش يطلع يعني عبيد مش بشي مثلوه كما قلت أنت، وصرتوه مش تولي المناطق الداخلية ولا الريف هي اللي مثلة فيها أكثر، يعني مش تولي بالحق محافظة جدا يعني. فما فيها فرق كبير، فما مشكلة هي مش معناتها الديمقراطية اليوم مش معناتها أحزاب. وخلينا نرجع للباز، معناتها شنو هو المنطلق متاع الفكر الأحزاب؟ هو أنه تجمع متاع ناس تؤمن أنها عندها مشروع حتى تطرحه للناس باش توصل لنفار تشد الحكم وتطبق المشروع هذا بالطريقة وبالفكر اللي قاعد يطرح فيه قيس سعيد، تقضي على حاجة اسمها مشاريع. فهو قيس سعيد يمشي بمنطق انه الحاجة الباهية بينة والحاجة الخايبة بينة، معناتها انت جوست باش تطلع بيت باش تبدا واضح، معناتها الحاجة البيضة هي باش تصوت معها، الحاجة الكحلة باش تصوت معها. السياسة راهي بعيدة عن المنطق هذا تماما، ما فماش اكحل وابيض، سي كو دي نيونس دو غري. Et surtout, c'est que des décisions, des arbitrages dans la perspective de réaliser un programme. NGN, on a fait une taxe sur le mode de vie ou sur le mode de vie. Est-ce que je n'ai pas de travail sur le mode de vie ou sur le mode de vie? C'est juste, où nous sommes. Et il faut que tout soit dans une taxe sur le mode de vie. On a dit que nous avons 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 dit. كيفاش انت باش توصل تعمل دي زاربيتراج مع عباد ما عندهاش حتى فكره وما عندهاش حتى بروجرام؟ والبروجرام حتى كان انت باش تطلع 265 واحد عنده بروجرام، كل واحد باش يكون عنده البروجرام نتاعو، ماكش باش تخرج منه اغلبيه. معناتها هو الحكايه هذه نتاع البروجرام ونتاع انه فما حكايات راهي ما فماش اي حاجه واضحه وسهله، مش فاهمها. انا نعطيكم مثال اخر سهل، الاسره، العيله. تخيل انت عيله، البون هذا ربح في البروموس، ربح 100 مليون، جا المليون وعنده ديون وعنده كذا، ويجي مرته تقول له خوب لي ساس لابتوب، ولده يقول له خوب لي بلاي ستيشن، الطفله تقول له خوب لي كتب نتاع مدرسه. ايش يعمل هو؟ معناتها هو كرب عائله مسؤول، اما خير يمشي يخلص ديونه ويبدا يستثمر شويه، ولا يمشي يسمى يعطي كل واحد بايو معناتها ويقول له هاي تفتوفه قسموها على بعضكم وغدوا بيتو يجيو معناتها الجماعه يخرجونا من الدار يبيعونا في الدار مش مشكله. المثال هذايا نتاع العائله ونتاع رب العائله المسؤول اللي لازم ياخذ ديسيجن بارفوا با بوبولير مي نيسيسير للدوله ولاستمراريه الدوله، وسبتو اللي يخمم على 5 و10 و20 سنه و30 سنه القدام، هذا الكل مش فاهمه قيس سعيد. ونشوفوا فيه اليوم من اللي قاعد يعمل فيه كلها، انه يجيب عباد يقول لهم طيحوا لي في سم الماء، طيحوا لي في سم الخضره، طيحوا لي في سم الغله نتاع عبد، يغزر للاقتصاد منطق المستهلك وعنده حتى فكره على كيفاش قاعد يخدم هذا الكل، معناتها يحسبها جوست نتاع اطلب وخوف، معناتها قالوا كراهي الدنيا راهي ما نيلوا مطالبي بالتمني راهي. او كان كل واحد، معناتها كان كل واحد يجيه من الشعب يقول له اعطيني وهو يمد له، محلاها الدنيا معناتها. اخي شكون اللي ما يحبش الكيكه؟ معناتها من فما دي كونترانت ريسبكتيف، فما معناتها فما حكايات اللي ما تنجمش تصير معناتها، ويلزمك عباد دي تكنيسيان، عباد فاهم الدنيا وفاهم الموازين القوى وفاهم انه اذا كان باش تنقص من الحكايه هذيك باش يكون عندك تاثير على الحكايه الاخرى، واذا كنت حاب تنقص من التاثير نتاع الحكايه الاخرى لازمك تزيد كالميزور الفلانيه والميزور الفلانيه. وهو الله غالب فما فلان باش يتعذب بشويه، مي الله غالب على خاطر المجموعه كامله باش تستفيد من الحكايه هذيك. هذا الكل هو مش فاهمه معناتها، من اللي يحكي فيه باين انه مش فاهم شيء بالحق. معناتها النظره نتاع انا نقول يؤمن بتاغ نويل ويؤمن معناتها بديزني لوند ويغزر للدنيا معناتها نتاع اشرار وابرياء ومواطنين واخيار، زعما هذه هي معناتها انا نشوف قراءته للوضع وكيفاش قاعد يتعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي بالحق معناتها. واللي حب يوصله واللي حب يغرسه معناتها في تونس نقول معناتها حاجه من اثنين، معناتها يا اما باش نتشلكوا نوليو في ليبيا جماهيريه، يا اما باش نوليو ديكتاتوريه معناتها يطلع واحد يحكم كيما يحب وبقلا لها. وفي الاغلب باش تولي الزوز، معناتها باش اللي عندنا معناتها برلمان سوري ما يستحل شيء بالحق، ما يستحل شيء،
ومام وفيه طو عندك الأرياف ولا وفيه الأرياف ممثلة أكثر من مدن بياسر يعني. اي بي اي اي وهو راه يقولها لك، معناتها يقول لك راهو عباد، معناتها سالتني ونقول لهم اي مثال شبكه تمييز ايجابي، يقول لك راهو ذاك تمييز ايجابي، معناتها راهو ثم اون تيل سامبليسيتي في الدماغش نتاعو اللي ولات سامبليزم، معناتها اللي ولات معناتها وما نعرفش اسكو هي سامبليسيتي ولا اسكو هو مخطلها، خاطر هو راهو يلزمنا زاد نعرفوا انه قيس سعيد مرجعيه نتاعو محاربه ولا يخفي ذلك، ولا يخفي ذلك. هو ديجا قال على الفصل الستة، أنا الحقيقة من الأول ما فهمتوش، قال على الفصل ستة راه ما يعني شيء، علما أنه الفصل ستة بتاع الدستور أكثر فصل خدمت عليه خدم عليه المجتمع المدني باش يدخل فيه حرية الضمير يعني. هو قال أيه. فصل ستة ما عنده حتى معنى، ما عرفتش يقصد هو بالقراءة متاعه وش معناتها ما عنده حتى معنى فصل ستة، اسكو يعني معناتها الدولة ما هيش راعية للدين، أو يقصد أنه حرية الضمير مازمش تكون موجودة فيه، تو مازلت مش فاهم. لا انا كيفك بيدي مانيش فاهم الحكايه، معناتها انا بيدي نتسائل في نفس السؤال، معناتها ما فهمتش خاطر ياسر معناتها كبيره الحكايه، سي ترو غرو معناتها تشي عدها هكاك مش واضح اللي حاب يقوله. هو فهم برشا وبالله باش حاجات. تفضل تفضل. نحب جوست نتفاعل مع سفيان، حط كومنتير يحكي على ليكزومبل امريكا، اكزومبل هايل ليكزومبل امريكا، نحب ماذا بيا نتفاعل معاه، اما مش من ماشي ماشي ياسر. انا با بارابور على الاسبي فيدرال اللي هو راه موجود في البروجي نتاع قيس سعيد، مي بارابور ديجا انه كيفاش تقول انت معناتها نفس كل معتمديات الكل نعطيهم نفس الـ نفس الـ القوه واللي والتاثير نتاع الحكايه هذيك في امريكا اللي بي زون في سو ميم شوا وقت جاو في باش يعملوا الكونغري امريكا، قالوا كل ولايه تبع فينا زوز من الناس، تبداش ولايه فيها 100 مليون وولايه فيها مليون برك ساكن بقله لها كل واحده تبع في زوز من الناس، هذاك هو اش وصلت في الاخر، وصلت انه اليوم لي ديموقراط لي بروغريسيست سون اون ماجوريتي كبيره في المجتمع، اي مالغري سا ما ينجموش يحكموا على خاطر ديما فما بلوكاج، على خاطر الولايات الصغيره اللي فيها شويه عباد اللي هي الولايات تاع الارياف الولايات الداخليه ديما تبلوك البروسيس الكل، تلقى انت اغلبيه الشعب الامريكي تقدمي يحب على يحب على المساواة، يحب على اسمه ينقص من ليزينيغاليتي ما بين الغيش وما بين الفقراء، يحب التاكس لي بلو ريش، وتلقاه ما ينجم يعمل شيء خاطر ديما ما يلزمكش جوست تربح انت معناتها في الفوت بوبولار، ما يلزمك تربح باختو اللي هي امبوسيبل معناتها، هذاك هو اللي باش يصير معنا في تونس، باش تلقى انتم اغلبيه الشعب ممكن تقدميه ولا عندها فكر تقدمي، فكر متقدم فكر متحضر، وتلقى كمان ما عادش لازم تعدي حد شيء، خاطر ما عادش المدن هي اللي تحكم ولا تلقى هي اللي تحكم. هذيك معناتها نقطه الخطر، معناتها ناقوس الخطر اللي نشوفه في المشروع نتاع قيس سعيد. والنظام فيدرال صحيح على خاطر هو اليوم يحب يهبط السلطه من يخلب الهرم السلطه. من اللي يكون من مركز المركز يسطر ولا والجهات تنفذ، يحب العكس، هو اليوم الجهات هي اللي تخطط والمركز هو ينفذ الطموحات نتاع الجهات. اما ثم نقطه ما يحكيش عليها قيس سعيد، لو انت تجي للجهات وتقول لها اعملوا لي برامج التنمويه نتاعكم، يقول لك الشعب يريد، الشعب يعرف ايش يحب والشعب يختار. باهي سيدي، انا يا سيدي ولايه القصري، لو نطلب لك انا يا سيدي بيسين مونيسيبال وعمل لي معامل وعمل لي مساكن اجتماعيه وعمل لي كذا، والمهديه باش تقعد قاعده ما هي باش تطلب نفس المطالب، وفلان ما هو باش يطلب نفس المطالب، السلطه التنفيذيه كيفاش باش تعمل الاربيتراج نتاعها ما بين هذا الكل؟ صحيح لنا صحيح.